صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا اليومي، كل يوم الساعه 10:30 برنامج الصباح. صباح الخير يا شيف عمرو. صباح الفل. صباح الخير يا امنيه، بنرحب بضيوفنا. صباح الفل يا نرمين. استباحتنا النهارده استباحه موضوعها غريب شويه، موضوعه ورق الزبده. ليه بقى كده؟ يعني اديني ورقه زبده، اديني ورقه لحمه. الورقه دي بتطلع دايما، لازم تطلع بورقه زبده سسبنس كده. ورقه الزبده مهضوم حقها، مش كده ولا ايه يا شيف عمرو؟ بالظبط. ورقه الزبده في ناس كتير ما تعرفهاش، بس هو يعني في ناس بتسميه ورق السلوفان. لا مش هو، طب ورق الكلك؟ لا كلك ده في الشبه شبهه بس مش هو. واضح ان انا من الناس انا ما اعرفش ايه ورق الزبده ولا ايه. بس ورق الزبده احنا هنحاول النهارده نستخدمه عوضا عن الفويل، وهناخد وجهه النظر الطبيخيه ازاي، هل ممكن فعلا ان احنا نستعيد عن الفويل بالورق الزبده، وهناخد وجهه النظر العلميه اللي احنا قريناها وبتقول ان الفويل ولا ان مين مش صحي. لا طبعا هو يدخل فرن، هو يبقى في الفرن ونعمل فيه الاكل. صح بالظبط بالظبط. يعني لا انتوا في الاوتيل مثلا، في الاوتيل ده حاجه تانية خالص، يعني استخدامات استخدامات الفويل بعد الاسترتش. يعني مثلا الاول، يعني احنا بنغلف الحاجه يعني الاول قبل ما نعمل الفويل بنغلف الحاجه استرتش الاول، وبعد كده الفويل يبقى فوق. بقى احنا عملنا عازل ما بين الايه، بين الفويل والاكل بالظبط كده. لان انا قريت ان ورق الفويل بيرسب الالومنيوم بتاعه او القصدير ده بيترسب في خلايا المخ، يعني من اهم اسباب مرض الزهايمر. والله طب احنا النهارده معانا امنيه صلاح الدين. اهلا وسهلا بيك. برنسيسه التلت ساعه ملكه الميكروويف. ايوه. طبعا انت يعني الفويل ده بالنسبه لك الفويل خط احمر. بص الفويل في طبعا مبدئيا في الميكروويف ما ينفعش يخش باي شكل من الاشكال، ممكن الميكروويف ينفجر، وحصلت حادثه في البيت عندي قبل كده. كان عندي حد واستعمل الفويل في الميكروويف. طب انت بتستعيدي عنه بورق الزبده؟ اكيد. يعني ورق الزبده ينفع يخش الميكروويف؟ لا انا ما جربتوش. ورق الزبده في الميكروويف بيتحرق. كله عن تجارب بصراحه. يعني فعلا واضح ان امنيه مجربه، جربت كل حاجه. طب خلونا نشوف الشيف عمرو هيعمل لنا ايه النهارده بورق الزبده. هتعمل لنا ايه يا شيف؟ قول لنا كده المقادير. هنبدا كده، احنا عملنا الاول فرسه عباره عن مشروم وبصل مفروم وسبانخ. الفرسه دي هي الحاجه الحشو بتاع الاكل نفسه. بتاع او هنعمل مثلا لحمه او فراخ، تمام، الحشو بتاعها بيتسمى فرسه. تمام. وعندنا صدر فراخ هنا، وعندنا الصوص بتاعنا مشروم. تمام. الصوص المشروم ده حضرتك عامله ازاي؟ صوص المشروم ده عامله بصلايه، ايوه، سن التوم. تمام. نزلنا بالمشروم مع الزبده مع الثوم مع البصلايه، وبعد كده نزلنا بالفريش كريم. تمام. واحنا هي الفريش كريم بتربط لوحدها، ما بتحتاجش الكورن فلاور او كلام. هي اللي بتعمل السمك او تخانه الصوص كده، هي بتربط لوحدها. تمام. طيب نبتدي، هنبدا مع نولع النار الاول. عشان نحتاج النار. الوصفه دي هتتعمل على النار فوق وبعدين تخش الفرن ولا دايركت على الفرن؟ لا بالظبط، هي يتعمل الاول وبعد كده تخش ايه الفرن. عندي سؤال بالنسبه للفريش كريم، بتحطها بعد ما تطفي النار ولا والنار لسه شغاله؟ لا والنار شغاله، بس بنوطي عليها وبنسيبها شويه. ما بتفصلش؟ لا ما بتفصلش. طيب انا عندي سؤال، معلش، يعني انا بشوف كنت في الفنادق ان استخدام ورق الزبده في المطبخ يبقى اكتر حاجه مع الحلواني. بالظبط بالظبط. اشمعنى يا شيف؟ هو الصاجات عامه يعني ايه، لازم تحت الكيك او التورت او الكلام ده كله، لازم تحت الاسبونج لازم نحط ورق الزبده ونصب عليها. هو بيستحمل درجات حراره عاليه. بيستحمل. وبنستعمله في السخن طبعا، نغطي بيه رز محشي، الحاجات دي بنستعمله. هو عارفين الكلام ده؟ تبقى حلوه. لا غنى عنه. لا غنى عنه، احسن من السيلفر. وصحي كمان. طيب بالزبط. خلينا كده ايه، ناخد ايتم بالظبط كده. احنا عندنا على النار، عندنا صدر الفراخ. تمام تمام. عندنا صدر الفراخ دبحتها. تمام. ده صدر الفراخ فتحناه بالطريقه دي. تمام. وعندنا الحشو بتاعنا زي ما قلنا، تومه مفرومه، بصل مفروم، مشروم فريش،
سبانخ. سبانخ. مفيش سبانخ فريش بقى يبقى سبانخ فروز. فروز. وبس كل ده بتحطه على النار بشويه زيت يعني؟ بالظبط. لا مع زبده. مع زبده. مع زبده. اوكي. هنشي الصدر يعني كده. يعني الحشوه لازم تبقى مستويه. بالظبط. وممكن يعني ايه يعني السبانخ بنحطها اخر حاجه عشان اللون بتاعها ما ينطفيش. تمام؟ بالظبط. الحشو بتاعنا اهوت. تمام؟ بالشكل ده. لكن الفراخ مش متبله ولا حاجه؟ الفراخ احنا ما تبلناهاش. تمام؟ بس هنتبلها دلوقتي. اوكي. تمام؟ تمام. دي سهله خالص. هنتبلها دلوقتي. هناخد معانا سنه زيت، الزيت دوت احنا هنحتاجه عشان الفويل ما يلزقش معانا واحنا بنسويها لما تدخل الفرن. مش هنقول فويل بس. مش فويل بقى. ورق الزبده. ورق الزبده. احنا اتعلقنا اصلا بالفويل كتير. لا بقت اسم بقت كلمه. في حاجه برضو في الفويل لو انت عامل يعني هو بيستخدم اصح ان احنا نغطي بيه الحاجه، يعني لو الحاجات ساقعه بنغطيها على الناحيه المطليه. بس عامه لازم تخلي بالك من حاجه انه برضو ما يلمس الاكل. ما يلمس الاكل. لان انا مره انا فاكره مره كنت متبله مش فاكره فراخ او حاجه وكانت طالعه شويه عن الطبق. أوكي. وكانت لمسه الفويل، الفويل نفسه اتاكل من التتبيله نفسها. لو في خل او ليمون او ليمون بياكل فيه هتلاقيه اتخرم. محدش هياكل النهارده. والفويل لا هو الفويل بقى في الاكل هو بعد ما بتقرا كتير خلاص لازم نتجه الى الاصح عشان صحتنا يعني. طبعا. طيب احنا حطينا ملح وفلفل. تمام. يعني ده وانتوا في اللقطه بتاعتكم ما اعرفش بقى الناس شافتها ولا. وبعدين في اوقات كتير الفويل في حتت منه مع الاستعجال وكده ممكن تقع في قلب الاكل. صح. فبتعمل مشكله. انا بقول لك نبعد عن الفويل تماما، نستخدمه ديكور زي ما بيستخدموه كده في الكوافير مثلا لما تعمل هايلايت. لا لا في الكوافير بيعملوه هايلايت كده ويروحوا ايه قافلين كده. هو اتعمل عشان الكوافير. وانا كده قطعتي عليا ان انا استخدم الفويل لمدى الحياه. اللي عمري ما هروح الكوافير. لا تقدر تستعمل الفويل فين بقى؟ ممكن سيادتك تعمل بيه رجل الفرخه. ديكور في الاخر. لا وانا هقول لك استخدام برضه حلو قوي على الفويل. ايه بقى؟ بيحطوه في دراع المكوه، بيشيلوا الكفر بتاع دراع المكوه ويفرشوا الفويل تحت ويرجعوا يحطوا الكفر تاني. لما تيجي الخشبه نفسها بالظبط لما تيجي تحط تكوي بيكوي لك من الناحيتين لانه بيحتفظ بالحراره، يعني بدل ما تقلبي البنطلون كده وتعملي كده لا بتكوي مره واحده هتلاقي الناحيه التانيه اتفردت. انت عايزه تقولي لي انك هتحطي الفويل في الوسط بين ال بين الجنب مثلا لا الدراع المكوه. اوكي. وحطينا عليه الفويل وحطينا الكفر تاني ونحط البنطلون نكويه هتلاقيه اتفرد من الناحيتين. وبعدين تمسك الفويل وتتلسع. هتمسكه ليه ده هو متغطي. طب شايف علشان نقول بس خلينا بس هنستغنى بس عن الفويل خالص. ايوه بالظبط. حطينا ملح وفلفل وروزماري. روزماري. بالظبط. ممكن نستعيد عن الروزماري حاجه ثانيه؟ ممكن ريجانو. حلو نستعيد دي ريجانو اللي هو الزعتر. الزعتر. تمام. وبعدين بعد ما حطيت الروزماري حطيت زيت. بالظبط. عشان ما تلزقش. وبعد كده هناخدها في الطاسه. الطاسه دي متسخنه وفيها زيت زيتون. بالظبط. مش كده؟ زيت ذره. زيت ذره. طب نوطي ولا ايه؟ يعني انت عايز تديها شوك؟ احنا عايزين بس احنا عايزين نخليها تاخد بس ايه؟ ودي هتاخد قد ايه يا شيف؟ هي بتاخد في الفرن بالظبط ربع ساعة. تمام. شطر من صدر الفراخ. يعني هي في على الطاسة فوق بتاخد اللون. اللون بس. وبعدين تكمل السوا في الفرن. وبعدين في الفرن. طب احنا لحد دلوقتي ما استخدمناش ورق الزبدة. هنستخدمه. والله احنا لسه؟ دوره جاي. بس هنقول ورق الزبدة و لا ازاي؟ انا باجي زيكم بالظبط. بلاش ده ممكن حضرتك في هنا ماسك يا كريم؟ في خليك انت مكانك وانا اجيب لك. ايوه هو ماسك هنا وانا ماسك هنا. ده مثلا؟ مش حاسس ان هو هيخلع على ضرس. لا لا لا. للناس اللي ما تعرفش انا يعني واحد من الناس اللي كنت فاكر ان ورق الزبده معمول من الزبده. بس هو ما طلعش معمول من الزبده. هو طلع الورق اللي بتتلف فيه الزبده زي زمان. بالظبط. صح كده؟ بس ده خلاويص كده؟ كده خلاويص. ايه ده؟ طب دينا لا ال نفس النار بس كريم. انا معاك. طلعت هنقوم لفينها. بالظبط. احنا طلعناها ما كملتش سواها. هي ما استوتش. هي خدت بس لون من بره. ناخد ماده دهنيه الزيت عشان ما تلزقش برده زي ما قلنا.
انت هتخزنها بقى بالشكل ده. هنغطيها هنغطيها بورق الزبده ونقفلها وندخلها الفرن. ندخلها الفرن. يا سلام هتلاقي طعم حلو جدا طالع. بس تديها اللسعه دي ليه بقى؟ طب ايه الفايده؟ ما انا هتدي عشان لا عشان التست والريحه وكل حاجه. هتدي لون حلو برضو الفراخ من بره، لان انت لو دخلتها كده عمر الفراخ ما هتلون، هيفضل لونها فاتح الابيض بس كده. اختبها بالشكل ده كده. اقدمها هديه لحد كده. طبعا حبيبتي جبت لك ورق الزبده. اه وممكن تنزل في الطبق كده زي السنجاري لما بيتحط. أيوة في السيلفر برضو ممكن نعمله في الايه؟ ودي هتدخل الفرن قد ايه بقى يا شيخ؟ 10 دقايق. 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق هتدخل الفرن. هنطلع فاصل ونرجع لكم وندوق احلى فراخ من الشيف عمرو معوض. نرجع لكم بعد الفاصل.